مساء الخير اعزائي المشاهدين، مساء الهنا، مساء السعاده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم سكرين شوت. طبعا زي ما عودتكم، برنامج سكرين شوت ان هو دايما بيسلط الضوء على الاحداث الجاريه في الشارع المصري. وطبعا الحدث اللي موجود في الشارع المصري هو المخالفات والمصالحه مع الدوله والعشوائيات، حاجات كثيره جدا المجتمع والشارع المصري متاثر بيها. لذلك كان لابد ان يكون معانا نخبه تشاركنا هذا الحوار. يسعدني ويشرفني النهارده ان يكون معايا الباشمهندس عمرو الاسواني، المنسق العام لمبادره كون ايجابي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اهلا بيك. كمان شرفنا ايضا ويسعدنا وجود المهندسه منال خليفه، المنسق المرشحه سابقا وقادما يعني ان شاء الله في مجلس النواب. اهلا وسهلا بيك يا فندم، نورتينا. ويسعدني وجود الدكتوره رانيا محجوب، المخصص استشاري للتنميه البشريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا النهارده موضوعنا طبعا موضوع حيوي شويه وبيتاثر كتير في المجتمع. بس قبل اي حاجه انا عايزه اقول حاجه صغيره. طبعا من خلال متابعتي باستمراريه لخطابات الرئيس، بنلاقي دايما هو مركز على العشوائيات واهتمامه بيها وازاي ان احنا نحافظ على يعني نحافظ على كيان الاسره، ودايما عايز يحول هذه العشوائيه الى مدن والى حاجات جميله جدا بتساعد الشعب او بتساعد الاسره على استكمال حياتها. من خلال المنظور ده احب اسال استاذ عمرو، السؤالي طبعا هيتوجه لحضرتك، عايزك تقول لي ايه مجهودات الدوله للقضاء على العشوائيات والمبادئ والمباني المخالفه من وجهه نظرك كمنسق عام للمبادره. اولا طبعا يعني خلينا نعترف جميعا ان العشوائيات في مصر ازدادت جدا بحجم كبير جدا في السنوات الاخيره بسبب الاوضاع اللي احنا فيها، وما قبل كان برضو انشغال الدوله عن قيام العشوائيات ساعد ان بقت موجوده في كل رقعه موجوده عندنا. بقى في تسيب كبير جدا في الارض او المواطن ان هو بيتعامل عليها، فبقى وصل لحجم السرطان جوه جسد الدوله. العشوائيات قنبله موقوته كلنا اتعرضنا ليها ودخلنا في تجربة حية جدا معاها، وكان عندنا مصائب كبيرة او وفيات وكوارث من وجود عشوائيات، بخلاف ان العشوائية زي ما هي عشوائية في المباني والارض والرقعة، زي ما هي عشوائية في الاخلاق، عشوائية في المعاملات ما بين الناس، يعني بيترتب عليها عدة مشاكل. حضرتك لاحظت يعني من خلال المبادرة يعني العشوائيات وانتقالها من مكان لآخر يعني بس يا فندم احنا طبعا هي مبادرة تكون ايجابي طبعا بتعمل على الموضوع دوت او على الفئات اللي هي بسيطة جدا او مستواها المادي صعب جدا، وده كثيرا ما نجده في العشوائيات. يعني انا لما عندي العشوائية دي قدرت ارتقي بيها زي ما الوضع اللي احنا فيه النهارده، باخد الاسر دي وباخد العائلات والجيل اللي طالع، باخده من مكان بيئه غير جيده وغير صالحه وانقله الى مكان تاني افضل بكتير، فابتدي انا احسن الجيل اللي طالع واحسن ادائه، احسن اخلاقياته مع المجتمع. تمام. كمبادره بقى بتشتغل، يبقى انا عاوز انهي على حاجتين: العشوائيه في المباني اللي هي تسبب العشوائيه في الاخلاق وفي الاجيال اللي طالعه. تمام. ست النائبة المستقبلية إن شاء الله. برضو من فكرة حضرتك يعني من خلال إن أنت متابعة الشارع المصري وكنت دايما معاهم في الفترة اللي فاتت دي، يعني الشكل العام بالنسبة لحضرتك من اتجاه الشارع، يعني هقول لك يعني إيه، عايزين إن هو بيمر بالأزمة، شايفة أنت إيه دور الشعب في الأزمة دي؟ هو بالنسبة للشعب للمخالفات كمان للمخالفات هو طبعا دلوقتي شغال موضوع التصالح على المباني المخالفه. طبعا لو مبنى هو مقنن وليه وضع سليم فده بيدفع المخالفات بتاعته وطبعا بيفضل في مكانه، انما لو هو فعلا ما عندوش سلامه المنشا، سلامه انشائيه، ده طبعا بيقوم ازالته لانه لا يصلح. انما غير كده في تصالح، لو هو المكان فعلا بتاعه بمهندس استشاري بيقيم ان المكان ده فعلا يصلح وكده وخلاص بيتم المصالحه عليه وبيفضل في وضعه. بتقول يا باشمهندسه ان في ظلم في بعض الحاجات من دي هل حقيقه من خلال مشاهدتك او متابعتك بقى طبعا في المجال ده جوه؟ لا، هو حاليا دلوقتي في لجان المفروض ان هي هتطلع بتقيم الحاجات دي. يعني في اهالي بتقول احنا مش قادرين،
يعني في شقق جايه كده وفي مباني جايه كده، عايزين نعرف يعني الحته يعني ديت يعني، عشان ناس كتير بتشكي من الموضوع ده. كان قبل كده المتر محطوط عليه حسب طبعا المنطقه هيتقيم سعر المتر. يعني انا عرفت ان المتر وصل لحد 50 جنيه ده بالفعل حقيقه؟ اه حقيقه وبيتقصد. طب احنا عايزين نطمن الجمهور كله عشان عايز يتاكد فيه بيقولوا فعلا دي حقيقه او لا. حقيقة. يعني حضرتك يعني وصلنا الاحياء ده. كلها شغاله بتستقبل الطلبات دي يعني قائمه، الموضوع قائم بذاته وشغال وفعال يعني. هي كلها تفاعلت مع الموضوع وصلحت الفكره دي، بدات يعني صلحتها وبدات تعمل تدفع فعلا، ولا في ناس بتختلف يعني بتخالف الناس برضو كتير يعني مش عايزه؟ اه هو مش حكايات مش عاوزه، احنا برضو خلينا نعترف ان الموضوع جه على ناس هي غير قادره بالمره. تمام. لان العشوائيه ما كانتش يعني في وحدات كانت مخالفتها يمكن لان انا اتصالح عليها. وفي بعض الناس اللي هي خلفت القانون بالفعل هي غير قادره. احنا برضه عاوزين نقول ان احنا خارجين من جائحه وعندنا مشاكل برضه اجتماعيه كبيره جدا على ارض الواقع واقتصاديه. زي ما دول فيها مشاكل اقتصاديه الفرد الاسره كله اتاثر. فبالتالي النهارده برضه كنا بنناقش انا والدكتوره رانيا واحنا جايين في داخلين الحلقه ان ده القانون. أيوة. وكلنا نعترف بالقانون، لكن عندنا روح القانون هتعامل ازاي مع المواطن اللي مش قادر بالظبط؟ هل ممكن يوصل الموضوع لان اسره تخرج من بيتها؟ اعتقد ان الدوله حاطه الاسر دي نصب عينيها جامد جدا وعامله حسابهم، مفيش حد خرج من مكانه. اللي بنتكلم عليه او اللي بنشوفه هيكون جزء لبعض الناس اللي هي خلفت وما هياش في احتياج مادي. يعني اللي هي يعني الناس اللي مشت اللي هي مش محتاجه؟ لا مش حكايه مش محتاجه، يعني حضرتك دلوقتي خلفتي او حصلتي على ارض دوله او ارض غير مرخصه او حاجه زي كده واقمتي مبنى بقى ملك ليكي. كلام سليم. انا ببص للحاله دي ان ده عنده خساره دلوقتي في الواقع، لكن هو بالاساس هو مالك، جه يزود املاكه بقطعه ارض بمبنى او حاجه زي كده، فاعتقد ان الدوله هتبص لهم ويكون في لجان. كانت الباشمهندسه طرحت الموضوع دوت ضمن برنامجها الانتخابي ان انا لابد يكون عندي لجان تقييم تنزل تحدد مستوى. حضرتك من خلال البرنامج الانتخابي كلمين عملتي ايه؟ انا عايزه الشعب يعني عايزه الجمهور يسمع ويتكلم، وكتير ناس بتسال على الموضوع دوت يعني شغلها الشاغل العشوائيات والمباني وهندفع ازاي والدنيا يعني بص الدنيا مقلوبه. ما هو بص حضرتك احنا عايزين نطمن الناس بصراحه، هناخده من اراء الناس يعني حضرتك هو بقى اللي الناس حاسه بيه مشاكلهم ده اللي هنزل على ارض الواقع. أيوة. الواحد هيعمله ايه بقى؟ كلمينا يعني بقول لحضرتك بالنسبه حاليا دلوقتي يعني اكبر حاجه قايمه ما بين الناس موضوع المخالفات للانشاءات. طبعا هي الناس مش ما كانتش واخده على الوضع ده، كل واحد ومتعايش ان هو وضع بالنسبه له عادي. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال بس صغير، يعني هو في اللي هو مالك البيت هو المخالف تمام، هو في برضو بعض الناس هتسال الحته دي ولا يمكن عايزه اوضحها للناس برضو، هو مخالف. طب يعني اللي هي الاسره اللي ساكنه ايه اللي يعود عليها يعني؟ طب هي ذنبها ايه؟ هو المفروض يعني انا بقى عايزه افهم الحته دي. اللي هو قام المنشا هو المفروض اللي يتحمل. يعني انا اقمت الحاجه واكيد تربحت منها يبقى انا اللي هتحمل. انا جه واحد اشترى مني ساكن اشترى مني شقه، يعني مش هيشتري البيت كله. تمام. فهو المفروض ان هو ما يتحملش عبء الشقه لان انت اللي بعت وانت اللي خالفت وانت اللي تتحمل. يعني هو الساكن ملوش ذنب صراحه، المفروض ما يتحملش. يعني القانون برضو كان واضح في الحته ديت وتابع الموضوع ان احنا برضو عندنا قاعده قانونيه بتقول ان القانون لا يحمي الجهل بيه. يعني انا النهارده اشتريت شقه مخالفه تمام من مالك وديته راس مال كبير جدا نتيجه الوحده، ده لا ينفي عني جهل بالقانون. يعني انا واخده بالك بس ولكن كان في فتره لا انا في احتياج لا في احتياجها بالظبط. يعني انا ما عنديش مقدره ان انا اشتري مثلا في حاجه مقننه او كده، او في ناس لما بتشتري ما بيبقاش عندها وعي للجزئيه دي. ما هو الدوله بصت للموضوع دوت، اعتقد ان ده في تقويم بشكل مختلف بيقولوا يعني ان مالك العقار بيتحمل تلتين المخالفه تمام، وصاحب الوحده بيتحمل تلت المخالفه. يعني لو باشمهندس هقول لحضرتك حاجه، انا يعني انا ما اجي هشتري بيت انا او شقه انا لو اعرف انها مخالفه عمري ما هاجي اشتريها استحاله حقيقه ودوت طب الناس اشتغلت. انا بختلف مع حضرتك. اتفضلي يا دكتوره. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي. احنا انا عايزه بس اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا، يعني خطه الرئيس اصلا للتطوير او التنميه المستدامه اللي هي الخطه بتاع 2030 هو عايز مصر بترتقي من مكانه لمكانه اخرى. انا عندي عشوائيات، سوء تخطيط،
طبعا تعدي على اراضي زراعيه، حاجات كتيره جدا. هو بدا طبعا ان هو ياخد خطوه جاده فيها، فبدا الناس تعترض. انا دلوقتي عايشه بقالي من 2008 لحد 2020، انا بقالي 12 سنه قاعده في المكان، اشمعنى دلوقتي فكرت تخرجني؟ طيب هو انا المسؤول لوحدي عن ده؟ لا، انا مش المسؤول لوحدي. انا ممكن يبقى صاحب العقار ده حضرتك لو رجعت لتسلسل الملكيه تلاقي 2 و3 على ما وصلت لصاحب الشقه. تمام. طيب مين اللي يتحاسب؟ طب انا احاسب صاحب العقار اللي هو حط ايده على ارض الدوله او جره في ارض زراعيه او اساء استخدام الارض اللي موجوده حواليه او الكلام ده كله، ولا اصاحب صاحب الشقه، حاسب صاحب الشقه اللي لم كل ما يملك علشان يشتري شقه يقعد فيها، ولا حاسب المسؤول اللي هو اصلا صرح له بالبناء؟ علشان كده رئيس مجلس الوزراء يعني لما طلع القرار وقال ان احنا هنرجع بالمحاسبه على الحيتان، وقالها لفظا ان هو بيحاسب الحيتان اللي بدات تجمع اموال من الناس البسيطه اللي مش قادر يشتري شقه او مش قادر يشتري بيت، ففكر ان هو طبعا صاحب عقار عارض شقه او عارض عماره فيها شقق رخيصه، فبدات اتجه ليها واشتري فيها واعمل كل اللي انا عايزه منها. انا بقى مش مسؤوله عن اني اصلا الاساس غلط. يبقى اذا ان الساكن هو مظلوم. أيوه بس هو يعني اللفظ برضو رايح في حته تانية كمان. أيوه. ان الحيتان كمان مش مقصود بيها الملاك بس، لا كان في حيتان مسؤولين موظفين، الموظفين المرتشين بالفعل. ايوه اللي ساعد على تدرج كل ده. الموضوع ده تفخم وقت الثوره من 2011 زاد ل 2013 تقريبا، كل المخالفات دي ظهرت في الوقت ده. ايوه عشان كده قسموا الموضوع الى فترات ما قبل 2017 وما بعد 2017. الشكل اللي احنا عليه دلوقتي، انا بس عاوز اتكلم دي للمشاهد اللي هو اللغط اللي موجود في الشارع. الدوله مش ضد المواطن، تمام، عمر ما هيكون في بناء نهضه وتطوير والشكل اللي احنا شايفينه في اسمرات وبشاير والكلام ده كله واكون ضده، بس انا بنقله. هو مش قادر معايا على المرحله الانتقاليه دي. عندي مشاكل، عندي مشاكل هتقابلني، عندي بعض الناس هتكون متضررين، هيكون في بعض الناس متضررين، بس الدوله برضه عندها ملفات معالجه المتضرر. تمام. النهارده هنشوف الشؤون الاجتماعيه يا باشمهندس زي ما حصل في سوق توشكا، ابتدت تتفاعل كوزاره الشؤون الاجتماعيه. المتضرر ده هتعامل معاه ازاي؟ تمام. اعتقد برضو نفس الحاله دي احنا نواجهها في الشارع. طب اتعاملتوا معاه ازاي؟ يعني احنا مثلا المتضرر ده عالجتوا موضوعه ازاي؟ لا، المتضرر حلول بديله كتير. يعني احنا اساسا موجود الاحياء اللي تم بنائها عن طريق السيد رئيس، يعني احنا عندنا الناس اللي تضررت مثلا من الانهيارات اللي حصلت في مدينه المقطم، ان هو يفضي مثلا العشوائيات اللي كانت في منشيه ناصر والحاجات دي كلها، فالناس اتنقلت لبشائر الخير وحي الاسمرات 1 و2 و3. يعني احنا بدانا ان هو بيعمل تطوير. وبيعالج برضو ان انا ما بعد التطوير، يعني انا مش هطلع الناس دي من العشوائيات وارميها في الشارع. لا، هو خدهم بالعكس. يعني انا بصراحه لما شفت السيد رئيس وهو بيسلم الشقق للناس انا كنت سعيده جدا. يعني هو في تطوير امكانيات جميل. أيوة. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان رئيس الجمهوريه بيشتغل على التنميه البشريه للانسان. يعني هو اساسا هي التنميه البشريه هو هي متخصص على العشوائيات بالذات. يعني هو بيشوف العشوائيات وبيتجه اليها وبيحاول ينقلها الى اماكن اخرى. واحنا لمسناها فعلا عندنا، يعني احنا لمسناها في البشاير. يعني منطقة بشاير عندنا، يعني انا بتكلم بصفة عامة برضو، ان منطقة بشاير دي كانت نظرة ملحوظة جدا انها كانت عشوائية جدا، عشوائية فوق ما حد يتخيل. فعلا انتقلت انتقالية تانية يعني بوضع جميل جدا ومكملة لحاجات ياما قوي قوي قوي. كانت تل العقارب ومنطقة خلف مسبير وكانت منطقة الدويقة اللي حصل في ترعة المحمودية. من بانوراما بقت بانوراما فعلا. ايوه، واحد مثلا ممكن شقته ما تجيبش 30-40 ألف جنيه، دلوقتي مش اقل من 1,000,000 جنيه عشان يبيعها. من منظر الحضاري الجميل. هو الرئيس قالها صريحه، يا جماعه لو عايزين نخرج من بوتقه اللي احنا فيه لازم نصبر ونتحمل شويه. هو بيعمل تطوير وبيعمل تنميه وزياده رخاء في مصر، فلازم نصبر معاه، لازم نتحمل شويه ولازم نيجي على نفسنا شويه. وهو لما مثلا صدر القرار بموضوع التعديات والازالات واللي بيحصل ده كله، قال لك انا مش هجبر حد يدفع حالا. لا، ده انت مجرد بس ما تبين نيه انك ناوي تسدد، انت بس هتروح تسيب في الحي اللي انت تبعه
صوره من البطاقه وطلب بس علشان تقنن وضعك في ميه وكهرباء. مجال عنده مجال كمان مجال كتير لتسديد المبلغ اللي عنده، وبدا ب 600 ونزل ل 250 لحد ما وصل ل 50 جنيه المتر. يعني هو برضو بيراعي جدا جدا، هو بيراعي صاحب العقار، لكن احنا بنتكلم على الساكن نفسه اللي يملك. في بعض الناس بتملك شقق وبيطلع عليها مخالفات، او هي مضطره انها يزيل دوت لان هي مقيمه هنا. ده بقى الظلم اللي واقع على الساكن نفسه. احنا عايزين نعرف نقدر نساعده ازاي، يعني من المنظور بقى، من منظور المبادره، من منظور حضرتك خصوصا من مجلس النواب وراي حضرتك، وبرده من منظور حضرتك من الجانب الاقتصادي والتنموي والكلام ده كله حضرتك تكلمونا فيه. انا عايزه يعني ايه نوصل لحاجه تريح الجمهور. وانا اعتقد ان الظاهره هتحكم يعني حلولها. يعني انا النهارده احنا لسه كلنا في شايفين مشكله جديده. ايوه الشارع ما كانش متوقعها. المواطن العادي سواء يمتلك او حالته الماديه كويسه ولا لا، في شويه امور هتبتدي تظهر حلول من نوع جديد. يعني زي دخول النهارده البنوك في عمليه السداد اللي قيمه التمويل العقاري عليها. ازاي؟ يعني في يعني اعتقد ان ده طبعا بعض البنوك النهارده المخالفات اللي عليا، لو المبلغ من كذا الى كذا المبلغ ده انا اتقدم بيه للبنك ويبتدي البنك يدول عليا. يبقى انا كده يعني. بالظبط كده. يبقى انا كده ده برضو ده نوع من الحلول والمساعدات. ايوه موضوع المبادرات طبعا احنا داخلين في حته ان احنا نعمل ابحاث عن الحالات اللي واقع عليها الضرر، وابتدي اعمل البحث عنها زي ما ببحث عن الحالات الاجتماعيه، اعمل بحث عن وضعه الاجتماعي الاقتصادي. احيانا كانت الناس دي اصحاب تجارات كويسه، بس احنا خرجنا من جائحه كبيره، التجارات دي تاثرت، فبالتالي النهارده مش قادر حتى يسد المخالفه. أيوة. الدوله مش عنيفه قوي، الدوله يعني عاوزه تعمل قانون، واحنا كلنا بدون قانون عرفنا الوضع بتاعنا هيكون فين. سيء جدا. العشوائيات كان بيتكلم عليها افلام قديمه بشكل غير لائق، وبتخلي منظرنا بره غير لائق. انا عندي عشوائيه ما دفنتش راسي في الرمل وهبتدي اتعامل معاها، هجدد فيها. وده ده اعتقد كلنا لمسناه. لا ده واضح جدا. النهارده حضرتك منظر تاريخي او حضاري في السيده زينب. الاسمرات، بشاير، كل الحاجات دي الناس اللي لمستها، غير اللي ما لمسهاش. باشمهندسه منال، عايزه اسال حضرتك سؤال. هل الشارع المصري راضي عن الممارسه دي الديمقراطيه الان ولا لا؟ أكيد يعني من خلال بقى رؤيتك بقى للانتخابات، هل عنده يعني هو المفروض ديمقراطي كده يعني سعيد بالحكايه دي ولا لا؟ حضرتك لمستيها، نزلتي جوه يعني مع الناس وتعاملتي معاهم. احب حضرتك بقى توضحي لي بقى. لازم الواحد يكون عنده وعي وعنده يعني مبادره للديمقراطيه. ما انا لازم يعني لما دلوقتي عندي في مجال الانتخابات تمام اوكي، لازم انزل واشارك واقول رايي، ما يبقاش عندي ان انا احجب. لازم انزل اقول رايي، هقول يا لا، هقول هقول لا، بس لازم انزل واشارك. لازم يكون لي راي، انما ما ينفعش احجب. ده انا ما يعني ما ثبتش حتى ذاتي. لازم انزل واقول رايي في الانسان اللي هنتخبه ده، فعلا يصلح لا يصلح، لازم اقول. حضرتك يعني لا انت نازله بقى ان شاء الله الانتخابات وربنا يوفقك باذن الله. ايه رؤيتك بقى او الرؤيه اللي انت ناويه تعمليها لاهل حلوان؟ ممكن نسمع عنك يعني ناويه تعملي ايه؟ هو اكيد يعني وتبدأي ان شاء الله بقى كده للجمهور والناس اللي تعبانه يعني زي ما بيقولوا. احنا اول حاجه ان شاء الله يعني هندي بيها ان احنا عايزين عندنا في حلوان يعني بالنسبه لمجال الصحه، عايزين لازم يكون عندنا قصر عيني او مستشفى جامعي عشان نقدر نغطي بيها حلوان، بتغطي كل تقريبا جنوب. تمام. يعني بناخد معانا الصف وبناخد معانا. هي حلوان عاصمة الجنوب فعلا، يعني جزء كبير عصمة. المفروض ان ده يعني يتغطى على الصحه. عندنا جامعه حلوان تقريبا ما فيهاش غير فروع يعني او تخصصات معينه للطب، وفي مدينه بدر احنا لا عايزين ننشئ حاجه في حلوان تبقى زي مستقله بيها. مستشفى جامعي. مستشفى جامعي وطب يبقى فيه طب في جميع التخصصات لحلوان. ايوه ده لو اتعمل هنخلق حاجه جميله بصراحه للصحه، خصوصا كمان ونغطي عندنا حيز كبير يعني من المشاكل الصحيه دور تعب جامد. فده محتاجه فعلا
لا ولما بتحدث حوادث ولا بتحصل يعني كل العبء بصراحه بيبقى انا شفت على الطبيعه فعلا حادثه كنا في القصر العيني. طب معانا مدخله. اتفضل. بعد اذن حضرتك. معانا مدخله استاذ محمود من الفيوم. ايوه يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه يا فندم مع حضرتك فندم. اتفضل. لو سمحت عايز اسال بالنسبه للكريك مزرعه الدواب. حضرتك قول تاني. مشاريع تجارية مزارع الدواجن. اه. السعر المتر. المشاريع التجارية سعر المتر كام؟ مخلفات. آه. مخلفاته؟ اه. لا كل منطقة بتحدد حسب الحي وبيحددها حسب المنطقة اللي هي فيها. يعني هل هي مكان في وسط البلد هو مكان في الاطراف فده يعني حسب ما حسب قيمة المتر على حسب المكان حسب المكان اللي بيكون المكان. فيه. وده مش تخصصنا في حد فيه قلنا حضرتك في لجان بتطلع من الاحياء هي بتقيم هي المتخصصه بالموضوع ده. مبادره تكون ايجابي بتمارس عملها طبعا منذ سنوات طويله. عايزه بقى اعرف خطه المبادره في المرحله المقبله. المبادره النهارده هي مبادره في الشارع. خطط المبادره اللي انا بهتم بيها هو الحاله الطارئه للشارع. يعني انا يعني اذا كنت النهارده داخل على تطوير عشوائيات بهذا الحجم لابد ان انا اساهم بشكل او باخر. لما بيكون عندي حاجه خاصه بالصحه بتعامل معاها ان المبادره بترعى المنظومه الصحيه في هذا التوقيت. فدي خططي اللي هي اوريدي احنا بقالنا عليها سنوات ماشيين بيها. ازاي ان انا اواجه مشكله كانت اخرها كان عندنا سوق كبير تجاري بيضم اكتر من 514 محل صغير وحصل حريق هائل. النهارده انا ما ينفعش كمبادره ان انا الفت ظهري وامشي واسيبه بقدر من المستطاع. تعاوننا انا والباشمهندسه منال وكل اهالي حلوان وكتير من رجال الاعمال والدكتوره كانت برضو بتباشر معانا كتير من الامر ان احنا ازاي نقف جنب الناس دي. دي كارثه. تمام. ال 514 اسره معاهم ثلاثه بيشتغلوا في كل مكان يعني داخلين في حوالي 1500 اسره تضرروا في 24 ساعه. عشان كده بقول لحضرتك انا خطه المبادره معايا بتقف على الشارع يعني على الشارع المصري. على الشارع المصري. الاحتياج اللي انا فيه الموقف اللي انا فيه. احنا استلمنا السوق في البدايات الباشمهندسه والله ما كانت بتنام ما روحناش نستلم حديد نشيل مخلفات نشوف المشاكل الاسريه بتاعت الناس. عشان كده بقول لك حتى برضو الوزارات المعنيه دخلت معانا يعني جبنا وزاره الشؤون الاجتماعيه تدخل نواب وتدخل مسؤولين عشان نقف معاهم. وفي نفس الوقت احنا كنا ناس مهندسين وده تخصص لينا وقفنا وباشرنا الرسومات اتعملت ازاي الحي طالب ايه. ومن ناحيه تطوير العشوائيات كان الاجتماعات اللي انا حضرتها انا والباشمهندسه في نصاب سوق توشكا ان انا اشتغل على الكود الموحد يعني عندي استثناء اي شكل عشوائي واشتغل بنظام هندسي فني اطلع السوق بشكل نموذجي. أيوة. النهارده السوق في خلال شهرين او اكتر شهرين تقريبا باشمهندسه انتقل تقريبا لمرحله الاساسات ان احنا خلصنا اساسات السوق بالجهود الذاتيه بتبرعات الناس. جميل. الدوله ساعدت طبعا بجزء كبير جدا معاهم وادتهم مساحه اخرى من الارض تستخدم للخدمات. ده لا ما خدوش مساحه وهو بنفس الوضع اللي هي اللي يعني كان عليه يعني مفيش حاجه صغيره. هو كل ما هنالك ان احنا بنقول دور المبادره ايه دور مؤسسات العمل المدني ايه ان احنا نقف في الكوارث والمشاكل دي نساعد الدوله لما يكون عندها تطوير. تمام. ونساعد الدوله لما يكون عندها مشكله. تمام. اذا كان النواب النهارده عندهم جزء تشريعي في جزء ثاني على المبادرات التنموي كل ده بيشترك مع بعض ويضاف الجهود بيتحد مع بعض عشان يعني مش كل مبادره بتكون لوحدها يعني كل المبادرات بتجتمع مع بعض احيانا بيحصل يعني ده بيحصل بالفعل يعني ممكن يبقى في دمج بين المبادرات ولا كان في اندماج ما بيني وما بين مبادره هنجملها في زراعه زرعنا حوالي 15000 شجره مثمره. تمام. دي ما يعتبر نوع من الدمج. مبادرات اخرى اجتماعيه داخل حلوان كنا بنقيم عليها مع الباشمهندسه بنجيب ملابس بنجيب دخل للناس وظايف حاجات زي كده نشترك. تمام. روح الجماعه. روح الجماعه طبعا دي اهم حاجه في العمل الجماعي كله لازم. طبعا. طيب رؤيه حضرتك ايه يا دكتوره التنميه البشريه في ظل بقى اللي بتمر بيه البلد دي رؤيه حضرتك ايه؟ حضرتك هي اصلا التنميه البشريه دي بتركز على الانسان. جميل. بتركز على الانسان من جميع الجوانب بتاعته. أيوة. احنا بنسعى لتطويره
لان احنا بنمشي دايما تحت مقوله ان البشر هي الثروه الحقيقيه للامم. يعني انا طبعا انا لو انا عايزه افسد امه، افسد تعليمها، افسد شبابها، افسد اطفالها. فاحنا علشان احنا نوصل يعني نحقق درجه من المهاره او الابداع اللي احنا بنسعى لتحقيقه، فاحنا بنعمل على ايه؟ ان انا انمي قدرات، انمي مواهب، ازرع قيم. يعني احنا مثلا لما كنا بنعمل مبادرات في المدارس او شغلنا مثلا مع الطلبه الصغيرين، ازاي انمي عنده الوازع الديني عشان انا عايزاه يطلع كويس، ازاي مثلا ان انا اديله بعض المحاضرات عن تنميه السلوكيات السليمه، ازاي يتعامل مع صاحبه، المواطنه وقبول الاخر، ازاي ان انا اعمل كل الحاجات اللي تقدر تخلينا نعيش في سلام. يعني هي نبدا مع الطفل من الاول عشان نبدا يطلع طفل سوي. احنا اساسا علشان اعمل برمجه لاي حد عنده اي سلوك شاذ او سلوك غلط، انا ببدا معاه من الصغر خالص. يعني احنا لما بنيجي ننمي الكلام ده بنبدا نبص على كل الجوانب اللي بيشملها الانسان، بنبدا بيه، بعد كده بنبص على الاسره، الاب والام، العلاقه بينهم سويه، العلاقه بينهم كويسه، هينعكس على الطفل. ده بيأثر. طب انا بقى دلوقتي انا بصيت على كده، هبدا ابص على الجانب الثاني اللي بيتنقل بيه الطفل مثلا من المكان، اول ما بيخرج لبيئه المدرسه. فلازم برضو انا اخلي بالي. معانا مداخله تليفونيه. ايوه ماشي، معانا مداخله تليفونيه يا فندم. معاك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم. ايوه يا حاج. ايوه حاج، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. من الغربيه. ايه؟ من الغربيه. من الغربيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بحضرتك، سؤالك حضرتك اتفضل. والله حضرتك انا بالنسبه للمصالحات انا خلصت من المحكمه ودفعت غرامه والموضوع خلص خالص. تمام. وبعدين عملت مصالحه دفعت 15000 للمحكمه والموضوع خلص. اه. طب دي حاجه جميله. ودفعت جديه، هل يا ترى الفلوس اللي في المحكمه دي هتتخصم مني؟ ادي السؤال الاول. النقطه الثانيه، انا عاوز عندي مضمون ودور اول، عاوز ابني وادفع المبلغ كامل عشان انتهي من هذا الامر. اه. لان معايا خمس اسر. ايوه. عاوز ادفع المبلغ كامل. تمام. علشان ان انا عايز اقوم بالمباني، يبقى السؤال الفلوس اللي دفعتها في المحكمه هترجع؟ او هتتخصم؟ ايوه. وعايز اخلص فلوس عشان ابني، ادي السؤال بتاعي. طب ماشي، هنجاوب حضرتك يا فندم. اتفضل دكتور امير. هو طبعا هيك، هي يعني الموضوع ماشي مراحل. اه. احنا دلوقتي هو دفع. دفع. اه. هو دلوقتي عمل المصالحه. تمام. لسه بقى موضوع قرار المباني، يعني هو حاليا في قرار طالع ان المباني كلها واقفه. فمش هينفع يعني فلوسه كده هتبقى موجوده في المحكمه فعلا أكيد. ولا هتروح عليه؟ هو عايز يطمن يعني. اكيد مش حد هتروح عليه حاجه. هو كان الوضع يعني انا دفعت بس مش هتروح عليا. اه. معايا مستند ان انا دافع. تمام. بس فهي المشكله ان هو مراحل، احنا دلوقتي يعني في المصالحات. بعد كده هيبقى بقى حضرتك تقولي نطمنوه في ايه الاول؟ من ورحك دلوقتي هو يعني الفتره اللي احنا فيها دي لحد تقريبا على ما اعتقد 30/9 عندنا دي مصالحات. دي مصالحات كلها. يعني لسه بقى موضوع البنى او في قرار ان الانشاءات كلها واقفه حاليا. فاكيد هو مش هيبني دلوقتي وقت ما يتفتح مجال ان احنا او الفتره اللي هيتم فيها الانشاء بعد التصالح كده هيبقى له يعني حاجه حسب برضه المنطقه اللي هو فيها، لان في مناطق ليها هيبقى ليها تعاليه. ما انا مش عارفه بقى ايه وضع المنطقه ايه. وضع المنطقه ايه بس في مناطق هيبقى ليها مثلا هتقف عند الدورين ثلاثه، لان المفروض الحاجات ديت بصراحه كانت بتعمل اللي عندنا على سبيل المثال في حلوان. احنا كان عندنا فيلات وقصور دلوقتي كلها اصبحت ابراج حاجه. يعني خلاص ضاعت معالم حلوان. فبصراحه انا عجبني جدا قرار السيد الرئيس بالنسبه ان ما يبقاش فيه ارتفاعات اكتر من مثلا اربع ادوار او خمس ادوار في بعض المناطق، لان دي بتدي حتى شكل جمالي وروح نفسيه للمكان. بالظبط صح بالظبط. فاحنا مش عارفين بقى هو المنطقه اللي فيها هينطبق عليه. يعني مش احنا لا نعلم بقى المنطقه بقى وضعها ايه بالظبط، بس احنا بنطمن حضرتك ان الفلوس حضرتك اللي وديتها في الحكومه ان شاء الله في المحكمه موجوده وامنه. اما بالنسبه للبناء فده لسه ده موقوف حاليا. هو موقوف حاليا لحين بقى ما اصدار بقى قرار اخر. قرارات اخرى.
بصي حضرتك، هو احنا الموضوع كله ان احنا بنقدر لما يبقى فيه توعيه وتثقيف للانسان بيقدر ان هو يتقبل الوضع ويحس ان احنا بنعمل الصح، احنا بنسعى للصح. يعني احنا كان عندنا حلوان دي كانت مزار سياحي، كانت مكان بيجي فيه الملوك علشان يستجموا. لما تخطط غلط او مشي غلط بقى دلوقتي عباره عن مكان الناس كلها بتهرب منه، ما بقاش يعني حد يقدر يجي للاستشفاء والاستمتاع بالجو النقي والميه الكبريتيه اللي موجوده في حلوان ومنطقه كبرتاش حلوان وعيون حلوان اللي موجوده فيها. عندك حضرتك مثلا كانت مزارات سياحيه، متحف الشمع ده اللي مبني من 1934 وعند يعني ده بيجسد حضاره. حضرتك تمشي جوه انت بتشوفي حضارات مختلفه من اول الحضاره الفرعونيه لحد ثوره 52. لما حضرتك حاجه زي كده لما اتعملت واحنا ما اهتمناش بيها، يد الاهمال طالتها. أيوة. ففسدت، باظت، ما بقتش زي الاول، فقدت الرونق بتاعها واللي احنا كنا عاملينه عشانه. احنا الكلام ده كان جذب، كانت حلوان دي يعني جذب من اجمل المناطق اللي ممكن تقعدي فيها، كانت مشتى. فدلوقتي ما بقاش التلوث والمصانع وغبار المصانع والمباني العاليه والعشوائيات والتكاتك وسوء تنظيم، كل ده اصلا كل ده خلاها اصلا منطقه طرد. العيب على النواب كتير. العيب على النواب المرحله اللي جايه كتير. لا انا عندي برضو حاجه خطه ان شاء الله لحلوان، عشان حلوان يعني يتم فيها ازاله التكاتك. التكاتك دي لازم لها حل، يا تتقنن يا تتعدم. لاني وهي متسابه كده للاسف الطفل بيسوق التوك توك، مفيش اي حاجه بتحكم حد للاسف. فهو ليه حل، يا يتقنن ويبقى له ترخيص وهيدخل. ما هو في اماكن فيها ترخيص، انا عايزه اقول لك في تكاتك. لا انا مفيش اماكن فيها ترخيص. لا بياخدوا رقم، بياخدوا رقم عشان يقدر يتابعه او يشوف لو الرقم حصلت منه مشكله. مش هيفيد حاجه الرقم، انما لما يتقنن زي العربيه بقى ليه رخصه سن معين بيركب، لازم يكون مع رخصه سواقه، رخصه للقياده، بيبقى حتى عنده مش طب مش مزاج. عايز اسال حضرتك سؤال، طب في فعلا ناس مصدر الرزق بتاعها هو التوك توك؟ احنا ما بنقولش يعني طب نعمل معاها ايه؟ لا ما يتعمل ايه، يتقنن يتقنن. ما انت بتكسب قوي يا مانا. لا بص، هو اصبح التوك توك ليه مساوئ بس ليه حاجات كتيره جدا صالحه، والمفروض يكون في اماكن معينه. يعني ما يجيش في قلب مدينه حضريه ويجي مش فيها التوك توك، ما ينفعش. طبعا في اماكن احنا ممكن بقى نعمل له ديكور عشان لا مش عشان الديكور، عشان هم اساسا بيمشوا بعشوائيه. يعني هو مش فارق مع القانون، زائد ان بيسوقوا حد غير، يعني ممكن تلاقي طفل عنده 8 سنين 10 سنين سنة. لازم يكون في سن معين، ده اللي يحكمه. ان يبقى في اصحاب المهن اللي احنا كنا بنعتمد عليهم في بناء الدوله ضاعت، لان الاجر اللي هو بياخده من التوك توك النهارده اكتر بكتير جدا ومن غير تعب. النهارده انا كانت عندي بنتباهى عالميا بثروه عماليه رائعه. وحرفيين رائعين. ده راح. طب نظير ايه؟ ايه المكسب؟ طب راح واثرت. حضرتك بتتكلمي على التوك توك النهارده صاحب اسره، ما انا اثرت على سواق التاكسي. ده سلاح ذو حدين، اللي هو بيحترمك وبيفتح لك الباب وبيحميكي. مش بس التوك توك وبيدفع ضريبه. بس التوك توك ماشي، بس هو سعره يتناسب مع بعض اسر فقيره. في حاجات هو اصبر مصدر دخل، عشان كده هو قليل. انا بكسب بدل من حاجه يبقى ادفع الحاجه اللي عليها. اما بس هقول لحضرتك حاجه، هو سعره قليل عشان مش مقنن. دكتوره التاكسي دايما دلوقتي بقوا بياخدوا اسعار خياليه في اي مشوار، حتى لو منطقه صغيره برضو بياخد فيها سعر ما، لكن التوك توك بيتناسب مع الجمهور. انا ممكن اخليه كمان نوع من التقنين. انا وقت ما اقنن التوك توك ده اقدر ادخله في الاماكن الداخليه وما يعوقش حركه المرور بره وما يفرقش على المواطن بره. يعني انا عندي الكوره بتستخدمها التوك توك بدون مشاكل ومش عامل مشاكل. في اماكن داخليه مش عامل مشاكل، لكن لما يخرج لي على الطرقات العامه والطرقات السريعه والكلام ده يعني كله، يعني هو الافضل ان هو يترخص. تعرفي حضرتك ان التوك توك اصلا بقى سبب من اسباب يترخص ويتحدد سن معين يعني مش اقل من 18 سنه عشان يركب توك توك. تسرب التعليم والجريمه. هيمشي اللي بيمشي على اي وضع السيارات هيمشي على التوك توك. مش هو الوضع مركبة. اي مركبه بيمشي عليها التقنين بتاعها هيمشي على التوك توك. يعني هو لو سن 18 سنه يمشي على التوك توك يمشي على التاكسي. هو مظبوط. انا كما هو من 18 سنه بيطلع له رخصه، استخراج رخصه السن الرسمي 18 سنه. هو بقى يقدر يعني احنا نرفض ان هو في فعلا اطفال صغيره
اي فعلا بتقوم وسيله للرزق. ده غلط استاذه نبيل، هو وسيله للرزق فعلا. أيوه. وفعلا فاتح بيوت اسر كتير، كتير. بس انا اقنن وضعه بان انا ما يبقاش طفل صغير خلاص استسهل القرش منه وتسرب من التعليم، يعني انا خسرته خلاص. ما يجيش مثلا شاب معهوش بطاقه او ما عندوش رخصه وبيسوق يخطف بنت ولا يعمل بيه جريمه، بقت مصيبه. فانا هو كويس جدا ويتقنن بقى مكانه، يتحط صح، يسوقه الشخص الصح عشان ما يجيليش منه بلاوي ما اقدرش احلها. وانا هي القصه كلها ان المشاكل انا بسيب حاجه لحد ما تكبر ما ببقاش قادره اخد معاها حل. أيوة. طلبه كتير سابت التعليم استسهلت فلوسه، ناس كتيره استخدمته في الجريمه. بدا بقى يكتر اضع على كل الصناعات والحرف البسيطه. تمام. بقت هي وسيله سهله للرزق فعلا، هي وسيله سهله للرزق. بس انا قاعد وفاتح اغاني وباخد فلوس، فهشتغل وانزل واتعب واشتغل؟ لا مستحيل. لا طبعا. انا يعني لو في الحته دي انا هطمنك جدا جدا. انا بجد انا شايف ان انا معايا قياده سياسيه قلبها صلب جدا، واذا كان في بعض المشاكل بتضر بعض الناس هو بنلحقها. يعني انا بقى ايه، بقضي على الظاهره وبعمل البدائل بتاعتها. ارجع يعني معلش برضه، احنا مثلا اطفال الشوارع النهارده بقى لنا اكتر من حوالي سنه مش سامعين عنها حاجه. أيوة. ليه؟ لان انا عملت مبادره قويه جدا لاطفال الشوارع، لميت بيها قد ايه؟ طبعا مش 100%. طب. بس بقول لحضرتك ايه، عملت جزء نشط الجمعيات، نشط المؤسسات. ما هو عاملين عيله عمليه تنشيط، هو لو عملنا عمليه تنشيط فعلا هنعمل الحاج بالحاجات كتيره جدا. لكن أيوة. احنا مش في يوم وليله، الدنيا بنيت في 6 ايام يعني. لا لا طبعا احنا بنحاول. طبعا هو يعني انتوا هنقول ايه، طبعا منطقه حلوان هتنتقل نقله كبيره جدا عن طريق المهندسه منال ان شاء الله. يعني هي هتعمل شغل كبير جدا. النهارده يعني اول يوم بدء الترشيح النهارده، او وضعت اوراقها ان شاء الله. طبعا عندنا نخبه جيده بالتوفيق باذن الله. وبقى لنا ظهر بقى بعد كده. طب برضو عايزه حضرتك تكلميني، يعني ناويه تعملي ايه في اهالي حلوان؟ برضه مصره لازلت يعني عايز حاجات جميله كده. اسمع، احنا اول يوم النهارده، هو مش انتخابي، احنا بنتكلم في موضوعات اساسا المخالفه. ده كان من اساسيات الموضوع، او العشوائيات ده كتير جدا من الناس فعلا بتتكلم عنه، وفي ناس كتير زعلانه جدا، وفي ناس غلابه مش قادره. يعني في برضو بعض المشاكل وصلت لنا بالفعل، ان احنا بيتنا وهنسيب البيت وما عندناش الامكانيه ان احنا ندفع. طب نجيب منين؟ طب في ناس بتقدر تروح البنك وتقسط بعض الحاجات. يعني على فكره التقسيط مسموح للجميع، بس في اسر ما تقدرش تروح، لان حضرتك مش كل حد يقدر يروح البنك يقسط. خلي بالك لازم يكون ليه بلاش البنك مع الاحياء، التقسيط في الحي مش في الحي، بيقسط في الحي. برضه في بعض الناس ان بعض بيبقى في نوع من انواع الجدوله بعض الناس، وفي يعني في حاجات زي ما بنقولوا برضه الموظفين المرتشين، برضه في حاجات مش ماشيه صح. لا هو الموظف، احنا بقى عايزين نطمن الناس، الموظف ملهوش علاقه بالرشوه في الموضوع ده. ده عليه رسوم وعليه نسبه بيدفعها. في نسبه، في ناس ممكن تقسط لهم بمبلغ معين وبفترات معينه. يعني مثلا لو الفتره سي 3 اسابيع، 3 شهور، 3، في ناس بتديها وضع معين وناس لا. لا 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 ولا خلي على الجميع، على الجميع. لا 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 مفيش بقى فرق بين ده وبين ده. القانون مش هيفصل من واحد لواحد. هو بيحط نسبه ان انا هقسط الموضوع ده مثلا على مده سنتين، 24 شهر، على مده كذا، هيسرع الجميع. بس كل واحد بقى وايه وحجم ال ومساحه المبنى بتاعته، حجم المخالفه بتاعته او الرسوم اللي عليها، هتنتقل بقى من 1000 لمليون حسب الموقع، حسب منطقته. يعني ما تقوليش حضرتك منطقه في حسب منطقته ومساحته. طب التربيه البشريه ليها دور مع اطفال الشوارع؟ طبعا. احب اسمع بقى دور. انا عايزه اقول لحضرتك المراكز او المناطق اللي هي بتتعمل لضم اولاد الشوارع، طبعا دي قنبله موقوته في الشارع. يعني انا طفل محطوط بلا توجيه، بلا مأوى، بلا اي شيء، ما فيش تعليم، مفيش توعيه، مفيش اي شيء خالص بيتمتع بيه طفل الشارع. انا حاطه حاجه تاذيني، تعمل لي مشاكل، هيطلع مجرم، هيطلع حرامي، هيموت حد، هيبقى ناقم على كل اللي حواليه طبعا علشان الحياه اللي هو عايشها. فاحنا بنعمل ايه؟ يعني مثلا زي جمعيات اطفال بلا ماوى، او الارقام الاغاثه اللي كانت عاملاها رئاسه الجمهوريه
علشان الاطفال اللي هم ما لهمش مأوى، الحاجات دي كلها طبعا هم بيتاخدوا بيتحطوا في دور مخصصه ليهم، بيتوفر لهم جو مناسب في المعيشه، بتتوفر جوه الدور دي ام بديله. تمام. يعني هم برضو نظرا لاهميه دور الام في الحياه، فهم بيوفروا الام البديله اللي هتقدر تخلي الطفل ده يطلع سوي او يقدر يتعايش مع الاطفال اللي في سنه لما يبدا يخرج للمجتمع. فطبعا احنا لما بنحطهم في الاماكن دي بيحظوا بنوع من الرعايه، سواء رعايه صحيه او رعايه اجتماعيه او تعليميه. طبعا احنا دلوقتي شايفين كمان خطه الدوله في منهجه التعليم، او ان هو بيحاول يواكب التطور اللي ماشي في كل العالم. يعني وزير التربيه والتعليم عمل خلق جو مثلا من التعليم الهجين. التعليم الهجين اللي هو عباره عن ايه؟ التعليم وجها لوجه. أيوة. وتعليم الكتروني، يعني انا بتعامل مع المدرس مثلا نظرا طبعا لجائحه كورونا واللي حصل فيها والكلام ده كله، فبدا ان هو يعمل ايه؟ ايام انا هروح فيها المدرسه اتعامل فيس تو فيس مع المدرس واقدر اتواصل معاه، عشان انا مش هقدر الغي الحته دي في بدايه التعليم. ما اقدرش الغي دور المعلم في بدايه التعليم، ولا التعليم الالكتروني هيبقى بديل عن المدرس. المدرس ليه اهميه عظمى طبعا. مكمل. طبعا يعني حضرتك شايفه مثلا دوله زي الصين ومدى التقدم العظيم اللي فيها. يعني في عز الجائحه كانت الطلبه والمدرسين لابسين الماسك وبيحضروا الحصص. أيوة. وبتتفاعل على السبوره بالظبط، ما بتتفاعلش عن طريق الـ 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 يعني الامكانيات الماديه المتوفره لاستخدام التكنولوجيا، لا ده بتستخدم السبوره والاحتكاك المباشر بينها وبين الطفل. طب هل هيبقى في فعلا متابعه استمراريه في المدارس عشان يعني موقف كورونا دوت؟ يعني فعلا في متر بين الطلبه والحاجات الاحترازيه، كل ده هيبقى فعلا موجود؟ في بعض المدارس ما بتبقاش ماشيه على نفس النهج المطلوب، او اولياء الامور احيانا بيستهتروا بالموضوع ده. اولا المتابعه هتبقى شديده جدا وقويه جدا على الموضوع ده، والموضوع ده لازم اصلا يقنن. يعني الوزير لما جه اتكلم قال ان المدارس اللي فيها اعداد كبيره هتشتغل فترتين. تمام. هتشتغل فترتين علشان اقدر اقسم الطلبه ويبقى الفصل فعلا ما يزيدش عن 20 25 طالب في الفصل. يبقى انا رعيه المسافات وهو حفاظا على ارواح الطلبه. ما هو انا لما يبقى عندي فصل فيه 70 طفل انا مش هقدر اخد بالي مين قلع الكمامه او مين بيعطس او مين سخن. بالزبط. انما لما انا يبقى معايا 20 او 25 طالب انا هقدر اتابع ال 25 اخد بالي منهم كويس. واديهم توعيه برضو، اوعى تقلع الكمامه، خلي بالك صحتك. انا هقدر في توعيه باستمراريه طبعا طبعا ده دول الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي في المدرسه هيبقى مهم جدا جدا. والزائره الصحيه في المدارس والتعقيم المستمر وتوفير برضو دي بقى تيجي دور المشاركه المجتمعيه والجمعيات مع الاسر بقى والمبادرات زي مبادرات المفروض تقدم بقى المبادرات ان هو يقدم بقى الماسكات دي للمدارس، يقدم مواد يعني التطهير، يبقى مشاركه مجتمعيه من رجال الاعمال زي كده او غير او يعني المبادرات العامه كلها انها تبقى تشارك المدارس. هو ده بالفعل. والمبادرات النهارده ابتدت تشتغل، يعني النهارده برضو في بدايه الموسم الدراسي موضوع الادوات والكتب دي ما زالت المبادرات ومؤسسات العمل المدني بتمارس تفاعلها مع المجتمع وتقدم خدمه. كذلك الشكل الاحترازي اللي احنا داخلين عليه هتجدي برضو كتير من المبادرات، وكون ايجابي برضو بتبادر ببادره جديده جدا في المدارس. هنبتدي برضو نعمل حملات التوعيه ديت تصل من خلال السوشيال ميديا، انا لازم استخدم كل الاسلحه اللي عندي، اقنن، اوصل للاسر كمان، لازم يكون اسر فيها طبعا مشاركه معينه او توعيه طبعًا. وازاي بتمشي على نهج معين، لان ممكن الاسره المصريه خدت او متاكده ان الموضوع ده مش حقائق، لا هي سايبه على ربنا. لا بس لا في ناس كتير بتتكلم كده، لا مش اشكال. لا الناس كلها لمسته وعرفت ايه موضوع الكورونا، مفيش بيت تقريبا ما دخلهوش الكورونا. كلام حضرتك مظبوط، بس احيانا بيقول لك ان احنا كورونا خلاص احنا نعيش معاها بقى، خليها على الله بقى، وهنعمل كتير جدا ماشيين بهذا الوضع. يعني دي حقائق فعلا، واحنا يمكن شفناها كتير، شفناها في اماكن كمان متخصصه واماكن المفروض لازم يكون فيها توعيه جامده. لا عادي، اللي ربنا عايزه هو هيكون. الكلمه السايده دلوقتي لمجمل عايزه اقول لحضرتك احنا ممكن نستغل ده في طلبه المدارس، ان احنا دايما
في حصه مخصصه في اليوم للتوعيه بفيروس كورونا والاعراض وازاي اعمل وقايه منه. استغل تواجد اولياء الامور طبعا نظرا لخوفهم على اولادهم، هم بيجوا ياخدوهم من المدرسه. انا ممكن استغل الوقت ده ان انا اتكلم معاهم واوعيهم، وصدقيني هيوصلوا لبعض وتلاقي الموضوع بقى اكتف وشغل بينا. في استجابه ساعات بيبقى في استجابه كبيره منهم. فيبداوا يحسوا ان المدرسه فعلا مهتمه بده وخايفه عليهم وبتوعي اولياء امورهم، فمش هيحصل عزوف عن حضور المدرسه. لان في ناس كتير بتقول لك لا انا مش هودي ولادي خايفين. لا بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. الفتره اللي الطلبه قعدت فيها وامتنعت عن حضور المدرسه بسبب فيروس كورونا، قد ايه اولياء الامور والناس حسوا بقيمه المعلم. انا معايا سوشيال ميديا ومعايا مكتبه رقميه وبنك المعرفه وكل ده، بس انا محتاج المدرس، محتاج الموجه ده اللي واقف يديني ويزرع فيا قيم قبل ما يديني منهج. بالظبط، هو المدرس اساس لحاجات كتير جدا. طبعا هو اساس بص هو اساس المجتمع. طبعا المدرس طبعا المعلم ده هو كل المعلم وفي التبيلة هذا المعلم أن يكون رسول. طب كلمة بقى أخيرة كده في نهاية برنامجنا، يعني نوجهها لتلاتين عشرين بالنسبة لمبادرات حضرتك. 30 20 دي رؤيه جديده جدا. 20 30 رؤيه جديده بجد دخلت البيوت المصريه. كنا فاكرينها اسف يعني بروباجندا او اسم وخلاص، او خطه خمسيه زي الخطط الخمسيه اللي احنا كنا فاكرينها، بس بجد 20 30 ابتدت تحقيق اكتر من 50% على أرض الواقع. في محاور، طرق، مشاريع. الرؤية دي كلها مع مبادرة تكون إيجابي النهاردة برضو هيكون لها نفس الرؤية. بنحسن من أدائنا، بنحسن من مجهوداتنا. إحنا بنعادل المعادلة الصعبة مع القيادة السياسية على أرض الواقع، لأن برضو المواطن البسيط هو هدفنا. نقف جنب منه إزاي، نتعامل معاه إزاي، نباشر حقوقه ازاي، نوصله لبر الامان ازاي، هو ده روح المبادره بتاعه تكون ايجابي على ارض الواقع. طب مش مهندس انا طبعا يعني بلمس موضوع تطوير من 20 30 بالنسبه للطرق. انا كنت ممكن انزل اخد المشوار في ساعتين، لا دلوقتي في كميه كباري اتعملت زي الكوبري اللي في طريق النصر. كان بيبقى الجزء اللي عند رابعه العدويه المسجد هناك محاور، كان بيبقى الطرق هناك مقفوله خالص. دلوقتي اصبح ده كله في كل الاتجاهات كباري، يعني اصبح ممكن تروحي المشوار وترجعي ما بتكمليش ربع ساعه. دي حاجه جميله. الطرق الرئيسيه عندنا الاقليم الاوسطي حاجه بصراحه يعني فوق الوصف، حاجه جميله. تحسي فعلا في تنميه في البلد بتمشي مبسوطه. يعني 20 30 لمسناها في حاجه جميله. انت ممكن باخدها من الوان للسويس ما بكملش ساعه وربع. جميل، حاجه جميله، حاجه بصراحه تحفه. يعني دكتور حضرتك برضو 20 30 عندك ايه؟ 20 30 هي تنميه مستدامه. جميل. يعني انا بعمل مشاريع وبطور وبعمل تقدم في كل حاجه بقى، سواء في التعليم او في الصحه، يعني زياده عدد المدارس، زياده عدد المستشفيات. انا بقى عندي مدارس يابانيه داخلين على 41 مدرسه، بقى عندي مدارس تجريبي زادت جدا، فكينا التكدس اللي كان موجود في المدارس نوعا ما. احنا بقى عندنا مستشفيات برضو زياده، تطوير الخدمات داخل المجال الصحي، عندنا برضو الكباري والمشاريع اللي اتعملت. طبعا طبعا عندنا برضو الاهتمام برضو على المرأة والتكافل وكرامة والأسرة المعيلة والحاجات دي كلها. في حاجات كتيرة جدا جدا بجد أنا ببقى مبسوطة وسعيدة جدا لما بشوفها في بلدي وبين أهلي وناسي. أي والله الحمد لله 20 30 عملت تطورات جميلة جدا. وفي يعني في نهاية البرنامج أنا سعيدة جدا بلقائي معاكم، وبشكركم جدا على استجابتكم الدعوة ليا طبعا. شكرا. ونورتوني ألف شكر حضرتك. أشكرك. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا.